بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا عن مقرر الهيستولوجي والجينات. النهارده هنتكلم عن الهيستوجينيسيس اوف ذا بول او الاوسيفيكيشن. طبعا هتسال سؤال، هو اشمعنى اخترتوا يا بتوع الهيستولوجي الهيستوجينيسيس او الاوسيفيكيشن من بين كل الامبريولوجي علشان تحطوه في مقرر الهيستولوجي؟ الحقيقه مش هو الواحد، في عندنا جزئيات كتيره من الامبريولوجي لما بنلاقيها بتخدم مقرر الهيستولوجي بنبقى حريصين ان احنا نوصلها لحضراتكم، ومن ضمنها الاوسيفيكيشن اللي بيفيدنا جدا في فهم البون فراكشر والبون ريبير افتر فراكشر. الاول هنتكلم عن جنرال رولز وبعدين نبدا في التايبس اوف اوسيفيكيشن والانترا ممبرينس اوسيفيكيشن والاندوكوندرال اوسيفيكيشن. القاعده الاولانيه ان البون فورميشن بيحصل بطريقتين ما فيهمش. الطريقه الاولانيه بنسميها انترا ممبرينس اوسيفيكيشن، الطريقه الثانيه بنسميها اندوكوندرال اوسيفيكيشن. الطريقتين دول بس بيوصفوا طريقه تكوين البون في الاول، لكن ما لهمش اي علاقه بطبيعه البون بعد كده. يعني انا ما اقدرش امسك كده عضميه اقول والله دي طالعه بالاندوكوندرال او دي طالعه بالانترا ممبرينس. الاثنين ايدنتيكال هيستولوجيكال. البرايمري بون اللي بيتكون بالطريقتين، سواء كان الكلام ده اثناء الديفلوبمنت او ريبير اوف ذا فراكشر، البون اللي بيتكون بالطريقتين ريبليزد باي سكندري بون. السكندري بون اوريدي طول الوقت بيحصل له هو كمان احلال وتجديد. عايز اقول لكم ان مفيش في البون انترستيشيال جروس، وده عكس الكارتريج. ليه؟ لان الكارتريج كانت الماتريكس بتاعته بتسمح للخلايا ان هي تكون سيل نست، لكن هنا كل خليه قاعده في لاكوني اللي هي الاوستيوسايت، يعني كل خليه قاعده في لاكونه خاصه بيها ما بيحصل لهاش مالتيبليكيشن ولا بروليفيريشن، وبالتالي ما فيش انترستيشيال جروث. خلونا نبدا نتكلم عن الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. يعني ايه انترا ممبرينس اوسيفيكيشن؟ يعني الاوسيفيكيشن او البون هيتكون داخل ممبرين متصنعه من ايه؟ متصنعه من كونكتيف تيشو، بنسميه ميزينكايمال كونكتيف تيشو، سيمي فلويد ماتريكس، وجواها نوع من السيلز بنسميه انديفرنشيتد ميزينكايمال سيل. بالنسبه للانترا ممبرينس اوسيفيكيشن ده بيبدا في الشهر الثامن من الحمل. في انهي بون؟ طبعا الفلات بون. يبقى الموست اوف ذا فلات بون بيتكون بالانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. فلات بون زي ايه؟ زي السكال، زي الاسترنم، زي ريبس، زي الهيبس، زي السكابولي. كل دي بنعتبرها ايه؟ بنعتبرها فلات بون وتخضع لقانون الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. علشان يحصل اوسيفيكيشن عندي 7 ستيبس احفظهم، تعالوا نروح على السبوره ونحاول نعملها صور. دي الميزينكايمال ممبرين. انا مش شايف حاجه خالص غير ممبرين رقيقه قوي، عايز اصنع منها كل هذا البون اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سبونج بون وفوقيه وتحتيه موجود الكومباكت بون، وبعد الكومباكت بون من فوق ومن تحت موجود البريوستي. لو وصلت الحكايه دي يبقى انا نجحت في ان انا اعمل انترا ممبرينس اوسيفيكيشن. طيب تعال الاول نشوف الممبرين بتاعتنا دي، نكبرها كده نلاقي فعلا مليانه انديفرنشيتد ميزينكايمال سيل. علشان ابدا الاوسيفيكيشن رقم واحد يحصل هاي فاسكولاريتي. الشرط عندي ان يحصل ايه؟ هاي فاسكولاريتي. اول ما يبدا يحصل هاي فاسكولاريتي على طول الخلايا اللي اسمها الانديفرنشيتد ميزينكايمال سيل دي هيحصل لها ديفرنشيشن. ما احنا حفظنا خلاص الحكايه دي، هيحصل لها ديفرنشيشن وتتحول الى مجموعه من الاوستيوبروجينيتور سيل. فين؟ في المكان اللي فيه اكتر مكان فيه الهاي فاسكولاريتي. ليه؟ لان هيبقى اكتر مكان فيه الاكسجين تنشن عالتها. طبعا ده بالاضافه الى وجود لوكال فاكتورز كتيره بتخلي الخلايا بتاعتي ديفرنشيت من الانديفرنشيت ميزينكايمال سيل الى الاوستيوبروجينيتور. بعد شويه هذه الاوستيوبروجينيتور سيل هتتحول او ديفرنشيت انتو اوستيوبلاست. هذه الاوستيوبلاست هتبدا تفرز استويد اللي هو عباره عن اورجانيك كومبوننت اوف ذا ماتريكس. بعد ما تفرز الاورجانيك كومبوننت اوف ذا ماتريكس هتفرز الالكالين فوسفاتيز انزيم اللي هيبدا يرسب الكالسيوم اللي اوريدي مالي الميديم بتاع نتيجه الهاي فاسكولاريتي. يبقى في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل نوع من الاوسيفيكيشن. هنسمي الاوستويد تيشو ده بالاوستيوسايتس اللي بقت جواه هنسميه البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. ليه سميناه البرايمري اوسيفيكيشن سنتر؟ لانه هو اول مكان حصل فيه اوسيفيكيشن في العضمايه دي. اقدر اشوفه بالاكس راي مع الشهر الثامن. يبقى لو انا بعمل بلين اكس راي قبل الشهر الثامن مش هلاقي اي اوسيفيكيشن، بعد الشهر الثامن الاقي فيه نقط من الاوسيفيكيشن بدات تظهر في الفيتس بتاعي، ابقى عارف ان النقط دي بتمثل البرايمري اوسيفيكيشن سنترز
في الديفرنت بونز. دلوقتي نجحت ان انا اكون البرايمري اوسيفيكيشن سيت. بقى عندي ايه؟ بقى عندي مكان كالسيفايد، وعندي هاي فاسكولاريتي، وعندي انديفرنشيتد ميزنكايمال سيل، والانديفرنشيتد ميزنكايمال سيل مع كل الاحداث دي هتتحول الى اوستيوبلاست. اوستيوبلاست هتروح تقف على الكالسيفايد سبستنس اللي قبلها عاملاها، لان اللي قبلها تحولت الى اوستيوسايت. يبدا البون بتاعي يزيد يزيد، بس وهو بيزيد ما هوش لاقي حاجه يمشي عليها غير الكولاجين فايبر. والكولاجين فايبر اللي عندي موجوده زي ما احنا شايفين مترتبه بشكل الريجولر، فيبدا البون بتاعي يتكون برضه هو كمان بشكل الريجولر. لكن في الاول بيبقى رفيع قوي لان يا دوب على قد الكولاجين فايبر، بنسميه سبيكيولز او سباينز او نيدلز من البون. هذه النيدلز من البون المنتشره بشكل كبير قوي وعشوائي في العظميه بتاعتي هيبدا يترسب عليها او يتكون عليها مره تانيه لايرز من الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هترجع تاني ترسب بالاستول سابستنس ومعاها الالكالين فوسفاتيز انزيم، فتعمل لي لايرز جديده من البون. يبقى اذا السبيكيولز بتاعتي او السباينز بتاعتي بدات تكبر وتتخن وتقلبظ. مين اللي قلبظها؟ طبعا الاوستيوبلاست. لما بدات، شايف الاوستيوبلاست هتبدا تقف عليها اهي، تكون لي مره ثانيه استول تشو معاها الالكالين فوسفاتيز انزيم، يبقى هيديني السبيكيولز دي هتبدا تكبر تكبر لحد ما تعمل لي ترابيكولي، برايمري بون ترابيكولي. يبقى انا في الحاله دي نجحت في ان انا اعمل تقريبا كده اسبونجي بون. يبقى ليه بسميها البرايمري بون ترابيكولي؟ بس هيصحى يفوق الاسبونجي بون، يفوق يلاقي نفسه من غير بريوستيم؟ لا، ده احنا لازم نعمل بريوستيم. مين اللي هيعمل بريوستيم؟ برضه الانديفرنشيتد ميزنكايمال سيل. ازاي؟ هتروح ترص نفسها كميمبرين تحت البريفري اوف ذا ميزنكايمال ميمبرين. يبقى هي بترص نفسها دلوقتي ايه؟ كميمبرين فوق وميمبرين تحت. اكيد دي اللي هتمثل الانر سيلولار لير اوف ذا بريوستيم. والميزنكايمال ميمبرين اللي بره من فوق ومن تحت هيحصل لها مور كوندنسيشن وتتحول الى فايبرس لير. يبقى انا دلوقتي عندي البريوستيم كام لير؟ 2 لايرز. طبعا عندي بريوستيم فوق بريوستيم تحت، لكن البريوستيم نفسه عباره عن تو لايرز، انر سيلولار لاير واوتر فايبرس لاير. يبقى انا دلوقتي خلصت كام خطوه؟ تيجي نعد مع بعض. رقم واحد حصل هايفاسكولاريتي، رقم اثنين كونت البرايمري اوسيفيكيشن سنتر، رقم ثلاثه البوني سبيكيولز، البوني سبيكيولز اتحولت الى ترابيكولي. بعد ما خلصت الكلام ده كله فقت وكونت البريوستيم فوق والبريوستيم تحت، لكن البريوستيم برضو كمان هيفوق يلاقي نفسه ريستنج على ايه؟ على سبونجي بون، وهذا لا يجوز. امال ايه اللي يجوز؟ ان يبقى في تحتيه كومباكت، او حتى على الاقل مشروع كومباكت بون. طب هيعمل الحكايه دي ازاي؟ هيروح للاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هتروح لمين؟ للاوستيوبلاست، وتقول لها لو سمحت خلصينا من السبونج بون اللي تحت البريوستيوم ده. ياخد منك وقت قد ايه؟ 3 ايام، هم 3 ساعات. يلا بسرعه خلصينا من السبونج بون اللي تحت البريوستيوم. الاوستيوبلاست على طول تبدا تكون لاير من الكومباكت. خلصنا لاير من الكومباكت بون فوق ولاير من الكومباكت بون تحت. مين اللي عملها لي؟ البريوستيوم. يبقى اذا هسميه ايه؟ هسميه برايمري كومباكت بون. يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ عندي في النص موجود سبونج بون، وفي فوقيه لاير من الكومباكت بون، وتحتيه لاير من الكومباكت بون، وفوق وتحت موجود البريوستيوم. طب ما لسه البون مارو، عشان اسميه بقى سبونج بون. يبقى البون مارو هيتكون منين؟ هيتكون من الانديفرنشيتد ميزنكايمال سيل اللي هتتحول الى بلوري بوتنشال هيموبيتيك ستيم سيل، وبالتالي كل الكومبوننتس بتاعت الريد بون مارو هتبقى دلوقتي موجوده فين؟ موجوده ما بين البون ترابيكولي اللي هي اوريدي ريتش ان بلاد كابيلاريز او بلاد فيزلز او هايلي فاسكولار. يبقى دلوقتي انا نجحت في ان انا اكون نفس الاستراكشر اللي كنت شايفه في اول المحاضره بالظبط كده. يبقى ايه اللي اتكون عندي؟ بريوستيوم فوق بريوستيوم تحت، كومباكت بون فوق كومباكت بون تحت، وبينهم بعض موجود ديبلوي يعني فولدر من السبونجي. ده التكست اللي احنا هنلاقيه مع المحاضره. اول حاجه الهاي فاسكولاريتي، رقم اثنين ديفلوبمنت اوف برايمري اوسيفيكيشن سنتر اللي فيه الانديفرنشيتد ميزنكايمال سيل هتكوندنس وبروليفريت في السنتر وتتحول الى اوستيوجينيك سيل اند اوستيوبلاست زي ما احنا شايفين في الصوره كده. ده بنسميه الاوسيفيكيشن سنتر برايمري ولا كون البون سبيكيولز وبعديها البون ترابيكولي.
اهو زي ما احنا شايفين دي البون ترابيكولو بتبقى هايلي فاسكولار ولسه ما بتخلقش جواها البون مارو، لكن الاندو اوستيوم والبري اوستيوم عندي بدأ يتكون اهو. هنتكلم عن الديفلوبمنت اوف بري اوستيوم اند اندو اوستيوم، واللي طبعا بيجي بالاند فرانشيت الميزنكايمال سيل، يعني الميزنكايمال ممبرين اللي فوق واللي تحت هتتطور الى ايه؟ الى بري اوستيوم. بعد كده هيتكون البرايمري كومباكت بون. مين اللي هيعمله لي؟ البري اوستيوم هيعمل لي برايمري كومباكت بون فوق وبرايمري كومباكت بون تحت، علشان في الاخر يتكون البون مارو الداخل السبونج بون، ويبقى انا كده خلصت الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. كم خطوه من الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن؟ 7 خطوه. بيبداوا بايه؟ بيبداوا بالهايفاسكولاريتي، وينتهوا بايه؟ وينتهوا بالبون مارو. الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، في الاندوكوندرال اوسيفيكيشن احنا عايزين حته الكارترج الصغيره دي تبقى العضمايه الكبيره دي، مش بس لان في فرق في الحجم ما بين النمله وما بين الفيل، لا، لان انا محتاج استراكشرز كتيره خالص وجديده خالص. الكارترج دي عباره عن كارترج وبريكوند، مش اكتر من كده. عايزه تبقى ايه؟ عايزه تبقى عضمايه فيها رقم 1 الارتيكولار كارتش، رقم 2 فيها الانفيزيال لاير، رقم 3 فيها سبونج بون وكومباكت بون وبون مارو وبيروستيا وبون مارو كافيتي، لارج بون مارو كافيتي. كل ده انا محتاج اكونه في العضمايه دي منين؟ من حته الكارتريج دي. ده اللي بسميه الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. في الاندوكوندرال اوسيفيكيشن عايزك تركز معايا، كارتريج داز نوت ترانسفورم انتو بون، لا يمكن الكارتج بتاعي يتحول الى بون، لكن القانون بيقول كارتج ريبليزد باي بون، علشان كده بنقول اندو كوندرال، لان الكارتج بيبقى جوه العضمايه موديل بالظبط كده. هتبقى بسكوتايه وغطيها بالشوكولات، انا اعتبر البسكوتايه اللي جوه دي موديل والشوكولاته اللي بره اخرت نفس الشكل. شيل البسكوتايه بقى عندك الايه؟ الشوكولاته. يبقى اذا الحدوته كلها ان انا باخد الكارتج بتاعي كموديل، وطبعا كلمه موديل احنا حافظينها كويس وعارفينها في المجتمعات بتاعتنا. تعال نشوف ايه الهدف اللي عايزه توصل له هذه الجزئيه من الكارتج الصغنطوطه دي. رقم 1 عايزه تعمل كومباكت بون، دي اهم حاجه عندها. الحاجه الثانيه عايزه تعمل لارج كافيتي في هذه الكومباكت بون. رقم 3 عايزه تحافظ على الارتيكولار كارتج والابيفيزيال بليد او الابيفيزيال كارتج. عايزه تحافظ على الارتيكولار كارتج عشان تعمل منه الجوينت، وعايزه تحافظ على الابيفيزيال كارتج علشان تكبر منه بعد ما تتولد. يبقى اذا دي الثلاث اهداف الرئيسيه اللي هي عايزه توصل لهم. دي الهايلاين كارتريج. هذا الهايلاين كارتريج بيتكون مع كل كارتريج بتاع الجسم، طبعا في حواليه البريكوندين زي ما احنا حافظين. علشان اوصل للثلاث اهداف دي، رقم 1 يحصل عندي هاي فاسكولاريتي، يبقى الكي عندي ايه؟ هو الهاي فاسكولاريتي. لما تحصل هاي فاسكولاريتي، الانديفرنشيتد ميزنكيمال سيل اللي موجوده في المكان ده في البريكوندريوم ده، بدل ما تتحول الى كوندروجينيك سيل هتتحول لايه؟ الى اوستيوجينيك سيل. يبقى اذا مع الهاي فاسكولاريتي الانديفرنشيتد ميزنكيمال سيل بدل ما هي بتدي كوندروجينيك سيل هتدي اوستيوجينيك سيل، بدل ما تتفرنشيت الى كوندروبلاست هتبقى في الاخر هتتحول الى اوستيوبلاست. مش بس كده، تخلي بالك الكوندروجينيك سيل اللي هي اوريدي اتكونت قبل كده، لما تلاقي هاي فاسكولاريتي هتتحول الى اوستيوجينيك سيل. يبقى انا بقى عندي كميه كبيره من الاوستيوجينيك سيل وعدد ضخم من الاوستيوبلاست، تم ايه رايكم نغير البريكوندريوم ده يبقى بيري اوستيوم؟ كويس، يبقى انا كده بدات عمليه بون فورميشن. ليه؟ لان انا بدات اكون البيري اوستيوم، عكس مين؟ عكس الانترامبرانس اوسيفيكيشن اللي كان فيه البيري اوستيوم بيتكون في الاخر. لكن لو انت رجعت مره ثانيه للانترامبرانس اوسيفيكيشن هتلاحظ ان اول ما البيري اوستيوم اتكون بدا يتكون تحتيه الكومباكت بون. ايه رايك نبدا بالخطوه دي هنا دلوقتي؟ يعني ايه؟ يعني انا كونت البيري اوستيوم، ايه المرحله اللي بعدها لو احنا رجعنا للانترامبرانس اوسيفيكيشن؟ ابدا اكون بون، صح كده؟ يبقى انا عندي اول حاجه عملتها هي البيري اوستيوم. فالبري اوستيوم هيبدا يصنع لاير من البون تحتيه، بسميه ايه؟ سبري اوستيال بون كولر. شايفين الكولر ده؟ بالظبط كده، نفس الفكره كده. يبقى حوالين الكارتريج صنعت ايه؟ صنعت بون. يا ترى استخدمت الكارتريج في الحكايه دي خالص؟ ده انا استخدمت موديل، زي ما الرقبه هنا هي مجرد حاجه انا لافف حواليها الكول ده. لو كنت ممكن احط الكولر ده حوالين المعصم، يعني اذا انا ممكن استخدم حاجات اشكال مختلفه علشان احط حواليها كولرز باشكال مختلفه. نفس الفكره هنا،
سطر اوستيال بون كولر، اهمل لي عملها البريوستيال. ازاي هيعمل لي بون لاميلي؟ ازاي الاوستيوبلاست هتتحول الى اوستيوسايت بعد ما تعمل ديبوزيشن للاستويد والالكالين فوسفاتيز انزيم يعمل بريسيبيتيشن للكالسيوم على هذا الاستويد؟ يبقى انا بقى عندي بون لاميلي، بون لاميلي فوق، بون لاميلي فوق، بون لاميلي. يبقى انا بقى عندي برايمري كومباكت بون. هسميه ايه؟ هسميه سبر اوستيال بون كولر. هل انا احتجت الكارتريج هنا في اي حاجه خالص غير ان هو موديل انا ماشي عليه؟ علشان كده بنقول ان السبر اوستيال بون كولر بيتكون على طريقه الانترامبرينس اوسيفيكيشن. لو مش مصدقني ارجع لاول المحاضره وشوف البرايمري كومباكت بون كان بيتكون ازاي في الانترامبرينس اوسيفيكيشن، او امتى في الانترامبرينس اوسيفيكيشن كان بعد البريوستيال ما يتكون. يبقى هنا نفس الفكر. يبقى الكارتج ده حصل له حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا حرمته من البريكوندريم بتاعه، الحاجه الثانيه ان انا لفيت حواليه بون فقلل لي الديفيوجن. يبقى رقم واحد حرمته من البريكوندريم، هو مش متعود ياكل غير من ايد البريكوندريم. الحاجه الثانيه ان انا لفيته بالبون فحصل ديكريز في الديفيوجن، سواء كنا بنتكلم عن النيوتريشن او بنتكلم عن الاكسجين. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كالسيفيكيشن للكارتج، وبعد ما يحصل كالسيفيكيشن للكارتج ده هيرجع تاني على الاوستيوسايت اللي موجوده جوه هذا الكارتج يخليها هايبرتروفايت، وبعدين تعمل اكيوميليشن للجلايكوجين، وفي الاخر يحصل لها ديجنريشن. حصل لها ديجنريشن ليه؟ لان هي لما كبرت او زادت على حساب الماتريكس، الماتريكس عندي بقت قليله. يبقى انا في كل ده باكد ان النيوتريشن اللي توصل للسيلز دي بقت ديكريزد جدا لدرجه ان يحصل لها ديجنريشن. لما يحصل لها ديجنريشن هتدي فراغات، يبقى اللاكن دي هتتحول الى فراغات لان السيلز اللي فيها ماتت. يبقى انا عندي فراغات 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 ماليه الكالسيفايد كارتج. بعد شويه الماتريكس عماله تتاكل لوحدها، يبقى الماتريكس لما تتاكل هتديني لارج كافيتي. هذا اللارج كافيتي مين بيشم ريحه؟ اوستيوبلاست. فالاوستيوبلاست بتدي اوردر للاوستيوكلاست تفتح لي اوبننج في هذه السبر اوستيال بون كولر. نشوف كده الاوبننجز. اه فعلا هذه الاوبننج هتسمح بدخول البلاد كابيلاريز. بقت المكان عندي جوه هايلي فاسكولار، ومعاه ايه؟ ومعاه كل السيلز. انت بتكلم في الامبريونيك لايت، ومعاه اوستيوبلاست، اوستيوكلاست، اندفرنشيتد ميزينكامل سيل، اوستيوجينيك سيل، والبون مارو كومبوننت، كل ده داخل على هذا الكبد الكبير بسميها اوستيوجينيك باد. هذه الاوستيوجينيك باد بتدخل علشان تعمل ايه؟ عشان تعمل لي حاجتين. الحاجه الاولانيه تكبر لي الكافيتي ده، الحاجه الثانيه تبدا ترسب لي جوه الكافيتي ده اسبونج. سهله دي؟ طيب رقم واحد عايز اكبر الكافيتي، سهله. تعالى يا اوستيوكلاست قولي لنا هذا الكالسيفايد كارتريج، ما فيش احلى من كده. ترجع للاوستيوكلاست تقول انا ما احبش الكالسيفايد كارتريج. طب الاوستيوبلاست تتصرف ازاي؟ الاوستيوبلاست هتروح تحط لها كالسيفايد بون فوق الكالسيفايد كارتريج، وكأن بتعملها ساندويتش من اللي هي بتحب. فتروح الاوستيوكلاست على طول علشان تاكل الكالسيفايد بون، فتخلصنا من الكالسيفايد كارتريج. يبقى انا كبرت الكبدي ولا ما كبرتش الكبدي؟ يبقى الكبدي بتاعي عمال يكبر علشان املاه ايه؟ املاه بون مارو، ازود البلاد كابيلاري، ازود البلاد كومبوننت. يبقى في الحاله دي بقى عندي كميه كبيره من الاندفرنشيتد ميزينكامل سيل ومعاها الاوستيوجينيك سيل. كويس، هتلاقي في عندي سيرفس من جوه ناعم خالص اسمه ايه؟ اسمه كومباكت بون. مين اللي عامله؟ البريوست. الكارتج ملوش اي علاقه لحد دلوقتي غير ان انا بشيل الكارتج. لما تيجي الاوستيوبلاست تلاقي السموث سيرفس ده ترسب على الكولاجين فايبرز اللي موجوده اوستويد سابستنت، يتحول في الاخر الى اسبونج بون. ارجع تاني للانترابرينس اوسيفيكيشن، يبقى هتكون اسبونج بون ان ريليشن لمين؟ للكومباكت بون، بس من جوه. يبقى الكومباكت بون عمال يزيد من بره على طريقه الانترامبرينس بالبوزيشن من البريوستيوم، وعمال يزيد من جوه من خلال ان الكارتريج بشيله واحط مكانه اوستيوبلاست او اوستيوجينيك باب. الحاله دي بزود السيكنس بتاع بون كولر من الناحيتين، من بره ومن جوه. لكن الكابيتي بتاع بيكبر ولا ما بيكبرش؟ بيكبر، لان حكايه الكالسيفايد كارتريج كالسيفايد بون دي هتتكرر معايا كل شويه. لاحظ معايا ايه؟ البون بتاعي بيكبر
والكبد بتاعي بيكبر وبيتكون في الاخر السبونج بون زي ما احنا شايفين ان ريليشن للكومباكت بون من الداخل. طب هل انا حققت الثلاث اهداف بتوعي؟ من اللي بتسال؟ اللي بتسال حته الكارتريج الصغيره اللي كنا بادئين بيه لقيت نفسها حققت هدفين اتنين، الهدف الاولاني هي فعلا نجحت ان هي تعمل كومباكت بون عن طريق الاوستيان، الهدف الثاني عملت لي بون مارو كافيتي عن طريق الاوستيوجينيك باد لما دخلت جوه الكافيتي الصغير وبعدين بدات تكبر هذا الكافيتي بالطريقه اللي احنا حكينا عنها. طيب يتبقى عند الارتيكولار كارتريج والابيفيزيال كارتريج، الاحداث دي كلها بنسميها البرايمر اوسيفيكيشن سنتر. يبقى البرايمر اوسيفيكيشن سنتر هنا مالوش جغرافيا، الاحداث دي كلها بتحصل فين؟ في البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. طيب لو البرايمر اوسيفيكيشن سنتر ده كمل معايا هيحقق لي الهدف الثالث؟ مستحيل طبعا. خلاص يبقى احنا الاول تعالى نقف عند الاحداث اللي حصلت عند البرايمر اوسيفيكيشن سنتر ونراجعها مع بعض قبل ما ندور على الهدف الثالث. اول حاجة حصل ايه؟ ان البروكوندريم بتاعي تحول الى بريوستم لما حصل هاي فاسكولاريزيشن. الحاجة التانية تحت البريوستم اتكون السبروستيال بون كولر. الكوندروسايت هيحصل لها هايبرتروفي وبعدين اكيوميليشن اوف جلايكوجين وفي الاخر تموت ويحصل لها ديجنريشن. يبقى انا عندي سبيس، هذا السبيس بيطمع البروبلاست في ان هي تعمل لي هنا هولز يدخل منها الاوستيوجينيك بارد. لما تدخل الاوستيوجينيك بارد هتكبر لي الكافيتي دي عن طريق كالسيفايد كارتريج كالسيفايد بون كومبلكس. اخر خطوه هيبدا البون كولر بتاعي هيزيد في السيكنس بتاعه ويزيد في اللينس بتاعه على طريقه الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. يبقى انا عند العظمه بتكبر والعظمه بتتخن، ولكن مع ده كله الكافيتي بتاعي بيكبر. يبقى انا استخدمت الكارتج هنا كموديل. يبقى انا خلصت البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. بعد الولاده هبص الاقي نفس الاحداث دي تقريبا حصلت في البروكسيمال ابيفيسيس او البروكسيمال اند. في البروكسيمال ابيفيسيس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هايبرتروفي للكوندروسايت ومعاها ديجنريشن فتدي لي كافيتي. هذا اللارج كافيتي هينتهي بايه؟ هينتهي كالسيفايد كارتريج. هذا الكالسيفايد كارتريج هسميه سكندري اوسيفيكيشن. لاحظ معايا ان سكندري اوسيفيكيشن سنتر لما اتكون ساب لي حته كارتريج تحت اهي وساب لي حته كارتريج فوق اهي. الحته الكارتريج اللي فوق دي اللي هي الارتيكولار كارتريج، والحته الكارتريج اللي تحت دي هتفضل معايا لسن ال 18 او سن ال 20 عشان تكبر لي البون دي واسميها ابيفيزيال كارتريج. لكن السكندري اوسيفيكيشن سنتر عمال يتطور ويتكون الكالسيفايد كارتريج كالسيفايد بون كومبلكس اللي بيه هيبدا يتحول الى سبونجي بون. يبقى انا عندي هنا سبونجي بون وكومباكت بون، لكن فاضل لي هنا ايه؟ الابيفيزيال كارتريج، وفاضل لي هنا ايه؟ الارتيكولار كارتريج. يبدا بقى السكندري اوسيفيكيشن سنتر يتكون مره ثانيه فين؟ في الديستال ابيفيسيس او الديستال ان. نسميه تيرشري؟ لا، هو سكندري برضه اوسيفيكيشن سنتر. وما تلخبطكش حكايه برايمري وسكندري دي لان كانت بتلخبطني زمان. ليه؟ لان احنا حافظين او عارفين من اللغه بتاعتنا ان البرايمري هو اللي بيتحول الى سكندري. يعني البرايمري فوليكل تتحول الى سكندري فوليكل، برايمري اوسايت تتحول الى سكندري اوسايت، البرايمري بون بيتحول الى سكندري بون، لكن البرايمري سنتر ما بيتحولش الى سكندري سنتر، لكن بيتكون بعديه السكندري سنتر. عشان كده في بعض حلت الاشكاليه سمت الاولاني انيشيال اوسيفيكيشن سنتر. يبقى في الحاله دي اتكون السكندري اوسيفيكيشن سنتر في الديستال ريفيسس او الديستال اند، والبون مارو كافيتي عندي بقى كبير. بعد شويه اللي حصل فوق هيحصل تحت، لكن لاحظ معايا ان السبونج بون بتاع الابيفيسس بقى كونتينوس مع السبونج بون اللي موجود في الديافيسس. يبقى في الحاله دي بقول اتنين حاجه واحده، حصل كلوجر للابيفيزيال كارتليج، يعني ما عدتش اقدر اطول من هنا بس لسه ما حصلش كلوجر في البروكسيمال. بعد شويه اللي حصل تحت هيحصل فوق، ويبقى عندي التو ابيفيزيال كارتليج حصل لهم كلوجر. تعالوا بقى كده نراجع مع بعض، هل يا ترى انا نجحت ان انا اوصل حته الكارتريج الصغيره دي الى اللونج بون دي؟ نعم نجح. بقى عندي ارتيكولار كارتريج، بقى عندي ابيفيزيال لاين، بقى عندي سبونجي بون، كومباكت بون، بون مارو كافيتي، عندي بروستيم، وبعدين البون مارو اوريدي موجود اللي هو لونه
بنفسجي شويه دي. فين البريوستيوم؟ هل البريوستيوم مش موجود في الصور؟ لو بنتكلم عن الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، اول حاجه بنقول ان انا محتاج هاي فاسكولاريتي. مع الهاي فاسكولاريتي الكارتريج ريبليس باي بول. بيحصل فين الاندوكوندرال اوسيفيكيشن؟ في اللونج والشورت بونز. الستبس عندي ثلاث مراحل الحقيقه. المرحله الاولانيه تكوين الكارتريج، وده بيحصل مع كل الكارتريج بتاع الجسم. المرحله الثانيه تكوين البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. المرحله الثالثه تكوين السكندري اوسيفيكيشن سنتر. محتاجين نقرا التكست مع بعض. ما فيش فيه حاجه التكست هو نفس الكلام بالنص. البريكوندريوم هيبقى فاسكولارايز، هيتحول الى بريوست. البريوستيا هيكون لي البون كولر على طريقه الانترمبرينس بون اوسيفيكيشن. البون كولر الاثنين هيعملوا لي كالسيفيكيشن للكارتريج. لما يحصل كالسيفيكيشن للكارتريج اللي اوريدي السيلز فيه هايبرتروفايد، هيحصل ديجنريشن للسيلز، فهتدي لارج كافيتيز. هذه اللارج كافيتيز هتكواليس، هتطمع الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست تبدا تعمل هولز، تدي امر يعني الاوستيوبلاست علشان تاكل في السبريوستيال بون كولر وتسمح بدخول الاستيوجينيك باد. هذه الاستيوجينيك باد هتشتغل على حاجتين. الحاجه الاولانيه تزود لي السايز بتاع الكابيتي عن طريق ان هي تاكل الكالسيفايد كارتريج، كالسيفايد بون كومبلكس. الحاجه الثانيه تبدا ترسب لي، تبدا تكون لي السبونج بون. اخر حاجه ان السبريوستيال بون كولر ده هيزيد في السكنس وهيزيد في الطول بتاعه علشان يكبر لي القلب. يبقى ده كده خلصنا البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. اللي بعد الولاده هتبدا يتكون السكندري اوسيفيكيشن سنتر بنفس الطريقه لكن مع بعض الملحوظات. الملحوظه الاولانيه بيكون في البروكسيمال ديستال، الملحوظه الثانيه ان هو شورت لافتر بيرث، الملحوظه الثالثه ان الديستال بتقفل قبل البروكسيمال، الملحوظه الرابعه والمهمه ان مفيش بون كولر. يبقى في هنا مفيش بون كولر لكن بنفس الطريقه بالظبط. هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي من القصه دي كلها الارتيكولار كارتج والانفيزيال بليت. طبعا ما كنتش اقدر اعمل الحكايه دي من غير ما الجا الى تو سنترز، يعني لو هو وان سنتر كان هيطلع يا كلي الانفيزيال كارتج، لكن علشان في عندي سنتر فوق وسنتر تحت فتبقى بينهم بعض الابيفيزيال بليت اللي هحتاجها في المحاضره الجايه لما نتكلم عن الجروس اوف ذا بون. الاحداث اللي حصلت في البرايمري اوسيفيكيشن سنتر ودي الاحداث اللي حصلت في السكندري اوسيفيكيشن سنتر علشان نسيب بينهم بعض الابيفيزيال كارتريج اللي هحتاجه في عمليه البون جروث. الكلام ده جايبينه طبعا من كتاب جارتنر بالترتيب اهو، بالترتيب سبع ستيبس في برايمري اوسيفيكيشن سنتر، كتبناهم في تيبل حلو قوي ان شاء الله هيبقى موجود في البي دي اف. كده احنا خلصنا المحاضره، تعالوا نشوف احنا بنشوف الكلام ده جزء يعني منه بنشوفه عمل ازاي في حياتنا العمليه. عارفين الانترو فرونتانيل دي مسافه بتبقى حوالي 4 في 2.5 سم، بلاقيها في الفولت بتاعت البيبي الاقي فيه ديبريشن هنا، واحط صابعي كده الاقيه صفر. ده ليه؟ لان انا هنا معتمد على الانترا ممبرين اسوسيفيكيشن، يبقى دي ممبرين لكن دي بقت اوسيفايد. يبقى اذا كان في هنا سنتر وكان في هنا سنتر، او واضح ان كان في هنا سنتر وكان في هنا سنتر وكان في هنا سنتر وكان في هنا سنتر. الاربع سنترز دول ايه المفروض هيقفلوا لي الحته؟ بس لسه ما قفلوهاش. هيقفلوها امتى؟ بعد سنتين. طب ما يخلصوا شغلهم بعد سنتين. لو خلصوا شغلهم اكتر من السنتين، يعني طولت معايا الحكايه شويه، يبقى المريض بتاعنا او البيبي بتاعنا بيعاني من واحده من دول، يا اما عنده اكوندروبليزيا، يا اما عنده كونجينيتال هايبوثايرويديزم، يا اما هو داون سندروم انا مش واخد بالي، يا اما عنده ريكتس نتيجه الديفيشنسي في كالسيوم او فيتامين دي انتيك، او ممكن يقفل مني قبل الثلاث شهور. اه دي علامه خطيره لان برين ديفلوبمنت هنا هيبقى عنده مشاكل. لو قفل مني قبل الثلاث شهور على طول ابقى اوير ان انا عندي داخل على مشاكل كبيره. كمان عندنا ريكتس وعندنا الاستوماليش. الريكتس بس في الاطفال، الاستوماليش بتحصل في الكبار. الاثنين نتيجه ان المينراليزيشن بتاعي بيقل، نتيجه طبعا كريز الانتيك من الكالسيوم او من الفيتامين. لو حصل في الايرلي لايف هيؤدي الى ريكتس، لو حصل في الكبار هيؤدي الى استوماليش. شايف البوينج اللي بيحصل في اللور لمب ده طبعا لان الويت زايد، هو بدا يمشي، لكن وهو ماشي البون بتاعه ما هوش ويل كالسيفايد، فبالتالي هيحصل فيه الانحناءات اللي انا شايفها دي. اشوفها في الاكس راي احسن بتبقى بالمنظر ده. يبقى ده الريكتس. لكن الاوستيوموليشن اللي بتحصل في الكبار في خاصه في السيدات. تيجي نراجع مره ثانيه الستبس بتاعت الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن. اول حاجه حصلت هي الفاسكولاريتي، رقم 2 البرايمري اوسيفيكيشن سنتر اتكون، رقم 3 السبيكيولز اتكونت من البرايمري اوسيفيكيشن سنتر، السبيكيولز بتاعتي كلبظت وبقت سبونجي بون ترابيكول. بعد كده الترابوك اللي فاقت لقت نفسها من غير بريوستيوم، عملت نفسها فوق بريوستيوم وتحت بريوستيوم، البريوستيوم فاق لقى نفسه ريستنج على سبونجي بون، قال لا ما ينفعش الحكايه دي، انا لازم اعمل كومباكت بون تحتيه، فعمل لير من الكومباكت بون فوق وتحت
واخر حاجه لما لقينا ان سبونج بون من غير ريد بون مارو بقايا الاندفرنشيتد من الكامل سيل تحولت الى بوليري بوتنشال هيموجينيتك ستيم سيل وكل الاذر كومبوننتس اوف ريد بون مارو، وبقى عندنا سبونجي بون ما بين تو لايرز من الكومبلكس. الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، ايه الايفنتس اللي بتحصل في البرايمري اوسيفيكيشن سنتر؟ سبع ايفنتس زي ما احنا حافظين. البريكوندريم هيبقى هايلي فاسكولاريزد، لما يبقى هايلي فاسكولاريزد البريكوندريم هيتحول الى بريوستيوم، بعد كده يحصل فورميشن اوف سب بريوستيال بون كولر، وبعدين يتكون اللارج كافيتي اللي هيبقى بعد شويه بون مارو كافيتي، وبعدين السب بريوستيال هولز الاخرام دي هتحصل علشان تدخل الاوستيوجينيك بات، وبعدين الفورميشن اوف كالسيفايد كارتليج كالسيفايد بون كومبلكس هيتكون، وبعدين الاوستيوكلاست ريزورب بالكالسيفايد كارتليج كالسيفايد بون كومبلكس، واخر حاجه ان السب بريوستيال بون كولر هيزيد وهيطول علشان يكون لي البرايمري كومباكت. تعالوا نشوف احنا نراجع مع بعض، احنا اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا مش حاجه كتير، اخدنا انترا مبرانس سيبيكيشن وعرفنا سبع خطوات، واخدنا الاندوكوندرال سيبيكيشن وعرفنا ان هو سبع خطوات، بس سبع خطوات هنا غير سبع خطوات هنا، والترتيب هنا غير الترتيب هنا، لكن لما نحفظهم خاصة على الصور بتاعتنا والانيميشنز اللي احنا حاولنا نعملها افتكر الموضوع باذن الله يكون سهل ونقدر نوصل له بسرعة لما نقرا مع البي دي اف بتاعنا، يكون خلصنا كده المحاضرة بتاعتنا، واقول لكم شكرا جزيلا ونتقابل في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.